العيان اللي عنده مشاكل في الحوض او مشاكل في الغضروف بيدخل تحت السي ار. لو عاوز حقن في مفصل الحوض او عاوز حقن في الموضوع العمود الفقري او الركبتين، طبعا السي ارم ده الجوكر بتاعك، ده اللي انت بتشوف تحته المفصل ايه اخباره، ايه مادي، ايه جاهزيته، في التهابات ولا لا، ما ينفعش فيها حقن. دي نقط مهمه جدا. لايف، انت بتشوفه لايف دلوقتي، لان في ناس كتير جدا بيجيب اشعه من سنتين عاوز نعتمد عليها. دي اول نقطه. بعد السي ارم هيتقل ليه جهاز الروبوت، الروبوت هيبتدي يوسع بين الغضاريف ويدخل الغضروف ويغذي الغضروف. دي تاني حاجه. تالت حاجه هيدخل على الشوك، هيشيل الالتهابات اللي حوالين المفصل وحوالين الاربطه. تالت حاجه هيدخل على جهاز النيرفو بلوك، اي التهابات او اي التصاقات في العضلات او اي مزق في العضلات هيشيل الالتهاب منه. نهايه الجوله كلها هيدخل على الدي ار اكس، لو في اي اوجاج او في اي تقلص في العضلات هيشيلها. انت كده عملت كده منظومه متكامله لكل الناس اللي جايين عاوزين يعملوا حاجه سريعه وفي نفس الوقت بدون الام. كل اللي احنا عاوزينه اصبر شويه عشان تكمل علاجك.